احتفاء بالثورة 14 من أكتوبر التي انطلقت مطلع القرن الماضي، معلنة بدء الكفاح المسلح ضد المستعمر البريطاني، تستعيد عدن ذكرى التحرير بالكثير من الفرح، حيث تشهد العاصمة المؤقتة عددا من الفعاليات الاحتفائية بالذكرى الخالدة أكثر من أي وقت مضى. نحن نريد وطن، نريد وطننا الذي اشتل من الناس الذي كنا نعتبرهم أخوان وأهل وأباء وأمهات. بعد 54 عاما تحتشد هنا هذه الجماهير استجابة لدعوات السلطة المحلية مرة أخرى بمشاركة عدد من التكتلات والتيارات السياسية الحاضرة في المشهد الجنوبي للمشاركة في الذكرى العزيزة على قلوبهم. تنوع الفعاليات الاحتفائية التي تقام في أغلب أحياء وشوارع العاصمة المؤقتة تلخص فكرة البحث عن أكثر اللحظات ابتهاجا في تاريخ الوطن، كما تكشف عن مدى أهمية التلاحم الوطني بين أطياف الشعب. طبعا الشكر الكبير على هذا التنظيم الرائع، برغم الفترة القياسية والزمنية البسيطة إلا أنهم تمكنوا من عمل هذه الفعالية. وعلى مدار 3 أيام نظم الكثير من التيارات السياسية سلسلة من الفعاليات الخطابية والفنية والرياضية، اختتمت هنا في شارع مدرم بمديرية المعلى. لذلك ها هي ثورة 14 من أكتوبر التي شكلت نقلة في تاريخ الجنوب واليمن عموما، تستعيد ألقها مع كل مناسبة لتذكر الأجيال برحيل المستعمر، دافعة بالجميع إلى استشراف المستقبل وحماية المكتسبات دون الالتفات للماضي. هذه الفعاليات قسم عدة أقسام، منها فعالية جماهيرية مليونية للشعب، احتفال في الشارع مدرم في المعلة، ومن هذا الاحتفال الفني في قاعة البتراء، احتفال بذكرى الثورة. كما شهدت العاصمة المؤقتة احتفالات رسمية بعرض عسكري في الكلية الحربية، واحتفالات أخرى شعبية في الساحات، وإن شابها انقسام سياسي بين مشروع المجلس الانتقالي المنفصل الأخرى للحراك والمقاومة المؤيدة للشرعية. مروه السيد، قناة بلقيس، عدن.